بسم الله الرحمن الرحيم. انا صلاح بهجت امبارح بعد خساره الاهلي من سموحه، قررت ان انا مش هطلع اتكلم في حاجه، لان انا لو طلعت اتكلم كنت هقلب الحلقه زي ال 18، فقلت بلاش الواحد يطلع يتكلم وهو محروق دم، ونطلع نتكلم بعد ما نهدى كده وبعد ما الموجه ما تخلص، لان انا من الناس الاهلاويه اللي ما ينفعش ان انا يجي لي مشاهدات كتير. ليه؟ علشان انا بخبط كتير قوي، فلو في ناس جت اتفرجت على الفيديوهات بتاعتي وانا بتكلم على الاهلي هيحسوني ان هم ابناء الكيان وهيطلعوني انا اللي خاين، وهم بسم الله ما شاء الله خايفين على النادي وما ينفعش انك تتكلم على الفرقه، وده بجمله يلا نزيد اللي هو كده كده بسم الله ما شاء الله حاججنا كده كده موجوده. موسيماني قرر يلعب بالناشئين عشان هو جبان ومدير فني خواف، خايف النتائج ما تجيش في صالحه ولاعب الاساسيين فيلعب بالناشئين، ولما يلعب بالناشئين كويس يقرر لا انا محتاج ارجع العب بالاساسيين. وحاجه كلها معاك، لما تقرر انك تريح اللعيبه لا خايف عليهم الاصابه، لما ترجع اللعيبه تقول لي والله عايز اجهزهم للماتشات، اللي هو بسم الله ما شاء الله بتعاملنا كقطيع حرفيا، وعندك سوشيال ميديا واعلامك بيبرر لك كل اللي انت بتعمله، بس لما تنزل تلعب ماتش كره قدم من غير خط نص والموضوع يعدي كده سكتي، ده معناه ان احنا عدينا مرحله الوحش، اللي هو بسم الله ما شاء الله. انا مش بستخفل بس الجمهور ده انا بستخفل الجمهور وبستخفل المحللين وبستخفل كل واحد. ليه بقى؟ عشان الباشا مقتنع ان مجدي قفشه واحمد عبد القادر ينفعوا يلعبوا خط نص. لا معلش، انت مش ماتش الجونه، ماتش الاسماعيلي، وبعد كده قررت انك تلعب البطوله كلها دي بالناشئين، لعبت معايا ماتش الجونه ولعبت ماتش الاسماعيلي وماتش المقاولين العرب بالناشئين، مفيش ولا واحد فيهم اقنعك، علشان لما طلعت قلت ان الراجل ده بيشتغلنا واحنا هنقرر ان احنا نعمل ان احنا مصدقين ان انت فعلا عندك قوه شخصيه تخليك كموسيماني تنزل ناشئ وسط لعيبه الاهلي النجوم، لان دي بقوه شخصيه مدرب، مش اي مدرب بيقرر ان هو يطلع ناشئين يحطهم وسط المجموعه الا لو كان مدير فني قوي، وموسيماني مش قوي. فانت بسم الله ما شاء الله قررت انك تبيع كل اللعيبه اللي انت لعبت بيهم الثلاث ماتشات دول في مقابل ان انا عايز اجرب حاجه جديده، ايه هي؟ قفشه وعبد القادر في خط النص. طب معلش، انت قريت اي حاجه على سموحه؟ يعني انت عارف انت جاي تلعب مين؟ ولا اللي هو بجمله انك مش بتحترم حد في الدوري ده، وانا كده كده جاي اكسب اي حد ولا بتكسب اي حد ولا بتنال اي حاجه. انت عارف ان الفرقه دي كل شغلها على التحول السريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، فده معناه ان لازم يكون عندك حاجه اسمها خط النص كده علشان يحمي الاثنين مساكين اللي هم الا وفاضيين، اذا كان رامي ربيعه او اذا كان لعيب زي ياسر ابراهيم، مش هم دول اللي هيحملوا خط الدفاع لما نص الملعب يكون ضايع؟ طب حارس المرمى اللي وراهم بقى علي لطفي، هو ده اللي هيقدر ان هو يعدل المايله؟ يعني هو ده اللي هيقدر يشيل الكوره اللي هتيجي عليه؟ يعني انت بادي مباراه بطريقه اساسا تحسسنا ان احنا خلاص، يعني احنا كجمهور ماشي يا عم انت بتستقبلني، بس ما فيش حد في الجهاز بتاعك كله قال لك اتق الله بجد، ولا ما فيش حد كده بص له وقال له انت بتنيل ايه؟ انت بتهبب ايه؟ ما فيش حد بص خالص؟ ولا كده كده حاجاتنا موجوده؟ الحكم ظلمنا، مش عارف الاعلام عايز يتكلمنا. طب حاجه اللي انت بتقولها لي بره الملعب وانا بعمل عبيد ومصدقها دي، هفضل اصدقها معاك لحد امتى؟ لما تلعب لي ماتش كامل انت مش عارف مين بيلعب خط نص في الاهلي، وابقى مطالب ان انا اطلع ابلع الكلام اللي هيتقال لي بعد الماتش اللي هو لا 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 لا، انت عايز مني ايه؟ يعني شخصيتي كاهلي اتدمرت واتفشخت معاك، قلت عادي مفيش مشكله بكسب، المكسب بتاعي بيبقى جاي بطلوع الروح وبعمل عبيط وبعمل معدي. ليه يا جماعه؟ موسيماني جاب لنا اثنين افريقيا، تغييراتك جوه كل مباراه حاجه اخر زفت، ولا بتعرف تقرا ماتشات ولا بتعرف تنايل اي حاجه، عادي الاعلام بيكرهه. ليه؟ احنا منصوري بنعدي، الصحفيين متعنتينك ماشي عايزين يوقعوا استقرار النادي، بس لما تقرر تلعب ماتشات كره قدم في حاجه اسمها ام اساسيات يا اخي، في حاجه اسمها اساسيات، عايز تنزل تكسب ماتش من غير ما بتلعب بنص ملعب ازاي؟ حصلت في انهي كوره دي؟ ما هو لو ده الفكر اللي عندك يبقى مصيبه سودا لو جددوا لك. ماشي مشيت معاك في التاسعه والعشرة، لو ده الفكر اللي عندك تبقى مصيبه سودا. حمدي فتحي لو غاب من عنك هو والسوليه انت ضايع وملط. طب فين الناشئين اللي انت جربتهم؟ والله ما عنديش قوه ان انا انزلهم جوه الملعب. طب جربتهم ليه؟ عشان انا بهرب من المسؤوليه، بس قررت ارجع للمسؤوليه، ليه؟ عشان الكلام على ام العقد بتاعي. ما هم عمالين يمطوحوه، هنجدد لك، لا مش هنجدد لك، هنستنى النتائج. بصراحه انا كان بيصعب عليا، بس بعد اللي عمله امبارح ده بعد اللي عمله امبارح ده انا موافق محسن صالح ان الراجل ده يستاهل انك تعمل معاه كده. الراجل ده يستاهل البهدله دي كلها، لان الراجل ده قصه انك تقرر تبيع سنه من مستقبل الاهلي تاني معاه الموضوع صعب، لان الراجل ده مش هيكسب دوري. الراجل ده مش هيكسب دوري، الراجل ده لو استمر معانا مش هيكسب دوري، والراجل ده مرشح ان هو يطلع من بطوله دوري الابطال علشان الراجل ده
من غير لعيبه الوضع هيبقى معاه صعب، لان هو ما عندوش فكره ان هو يكسب باي حد، ودي برضو من شخصيه الفريق. لو فريق كبير يعني بتكسب من غير اي حد. ليه بقى؟ لان احنا كنا ماشيين مبدا الاهلي بمن حضر، اللي هو بسم الله ما شاء الله. لو بخسر ماتشات ببقى عندي كبد، بس لو بكسب ببقى الاهلي بمن حضر، اللي هو بسم الله ما شاء الله. يعني بطلوا يا جماعه تستغفر لنا والنبي، عشان احنا برضو بنفهم كوره، واحنا للاسف الشديد يعني ما بنقررش ان احنا نبيع ام اللي احنا بنتكلم فيه عشان خاطر شويه فلوس. انا عارف ان انتوا بايعين كل حاجه علشان خاطر شويه الفلوس والدعم والفلوس الكتير اللي بتجيلكم واللقاءات الصحفيه والحاجات دي، بس والنبي بطل تعاملني كاهلاوي على السوشيال ميديا ان انا مش بفهم اي حاجه في الكوره، لان حرفيا انت اللي مش بتفهمش اي حاجه في الكوره، وانت اللي احمد موسى، وانت اللي شغال طول حياتك كله بمبدا ابن الكيان ابن الكيان ابن الكيان، وانت اساسا ابن بايع فلوس علشان خاطر يبقى ابن الكيان. انت بقى انت فلوس دي انتمائك للفلوس مش انتمائك للكيان، لان انت لو انتمائك للكيان تطلع تنتقد الكيان لما يعك، بس عشان خاطر انت ما عندكش حاجه تنتقده بيها فهتسكت. فين يا جماعه الناس اللي كانوا بيعملوا ريفيو على الاهلي وكانوا بيتكلموا على ان الاهلي وموسيماني والكلام ده؟ راحوا فين؟ خرس وخارس ليه امبارح بعد الموسيماني معاك؟ ليه؟ علشان خاطر خايفين يخسروا الجمهور. ليه؟ لانك جايب شويه طبالين يطبلوا لك، وانت بسم الله ما شاء الله لما اتكلمت في الكوره جبت ناس ثانيه تطبل لك، اللي هو بسم الموضوع كله بقى طبالين خالص في الكوره المصريه دي. وفي الاخر تقول لي والله الموسيماني بيتحارب. بيتحارب من مين؟ بيتحارب من شويه مغفلين. بطلوا قرف بقى، هو في حد في مصر يقدر يحارب الاهلي؟ بطلوا اشتغلوا الناس النبي عشان الموضوع زاد عن حد والله. بطلوا اشتغلونا عشان احنا تعبنا معاكم وتعبنا من القرف اللي بنشوفه معانا ده. هي كانت البطوله كلها فاشله، ما تشاركش فيها، انما تشارك فيها بمديرك الفني، ومديرك الفني يعوق واسمك كاهلي يتمرمر وتتغلب من سموحه 3-0، يبقى بلاها منها. يبقى لا، المشكله في الجمهور. طب ماشي، المشكله فين؟ المشكله فين؟ انتوا كده والمدير الفني كده وتغييراته كده. تغييراته اللي هو بعد ما خلاص خربت، يلا يا افشه، يلا يا عبد القادر، يلا يا بيرسي، يلا يا ميكي، يلا يا حبيبي هنغيركم عشان احنا بنلعب بالناشئين. ناشئين احمس، يلا اللي بتلعب بالناشئين الله سيبها. ليه بقى؟ ولاد الكيان هيروح يتكلم. يلا يا عم كيان كيان، خليكم انتوا ولاد الكيان، بس انتوا مش ولاد الكيان، انتوا ولاد معرضين لا اكتر ولا اقل. لو بعد كل ده عجبك الفيديو فبراحتك والله، لو ما عجبكش الفيديو عايز تعمل الغاء اشتراك الحمد لله، ان احنا مش عايزين ناس تطبل بس لا اكثر ولا اقل. بصراحه الواحد كان محروق دمه بعد القرف اللي شافه امبارح ده، الواحد يطلع ينفس عن غضبه. بنتمنى امل من الله كده ان في حاجه تتغير في ام النادي ده، نتمنى والله، بس لا اتوقع، مش عارف ليه. ربنا يستر من فضايح في كاس العالم.